إيه أثناء فترة عملي كعام كان وكيل الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي في فترة من عام 1411 1412، كنت أطور الدراسات العليا بالنسبة للجامعة، البحث العلمي، الكتاب المشترك، الكتاب العلمي، المحاضرات، مراجعة المحاضر الكليات. ثم كما أخبرتكم ناقشت موضوع الدراسات العليا للإشراف المشترك عن طريق التعاقد مع جامعات بريطانية. في هذا الصدد كنت قد أخبرتكم بأن سمو الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله دعاني للغداء على شرف برنس شارلز والسيدة ديانا، وكنت جالس في الغداء فناقشت الموضوع. قلت نحن في النظر أن ننظر للتعاقد مع الجامعات البريطانية لشرف مشترك مع طالباتنا، وبه ينقل هذه الفكرة إلى الملك فهد آنذاك رحمه الله وكيل أمير منطقة ولي العهد. فتاني يوم طلب مني الشيخ محمد النصر أن أقابل طول العمر، وشرحت له الموضوع فأعجب بي وأرسلني إلى الرياض لقاء محمد بن الخيل. لما وجدت الدكتور صالح، ما أحسن اسمه ثاني، خبرته كان نائب أمير، كان نائب وزير المالية، فأعطاني المبلغ المطلوب. ثم بدأنا بدراسة عليا للشباب المشترك الطالبات، مما ساعد في قبول حوالي 70 طالبة، تحصل بعد ذلك على الدكتوراه وأصبحوا لنا عضوة التدريس. أثناء تجد في بريطانيا للتعاقد مع الجامعات البريطانية، كان بين الجامعات اللي زرناها جامعة أكسفورد. مش تخش، لا، يلبسوا كروب أسود. دخلنا، كانت في سيدة وكيلة الجامعة الأسبانية لم تظهر حتى لنا، كلمنا هي بتتكلم بس تكتب في الورقة، قال إيش تبغوا؟ لأن جينا بتعاقد مع الجامعة البريطانية ونتمنى كمان الجامعة تأخذكم منها. قالت لا، شرطة ما تتلام على شرطكم، إمكانياتكم ما تتلام على إمكانياتنا، ما في سلام. قلت لا، أكسفورد هي جامعة عظيمة عريقة، لكن في جامعة أخرى، حظوا في إمكانية قبول من الجامعة الأخرى. ومن ثم تخيلنا بعد الجامعة الأخرى حصلنا على 72 جامعة عملت تعاقد معها لسحب الفرصة لطالباتنا الأساس العليا بالشهادة المشتركة والحصول على درجة الدكتوراه من بريطانيا، من شهادة الجامعات البريطانية.